شوفوا الصواريخ اللي هقوله ده، حطوه حلقة في ودنكم، حلقة في ودنكم هير، حلقة. اللعيبة بتاعتنا ليهم أسامي شهرة كتير، الألتراس مطلعوا عليهم، وما قولهمش ذنب في كده. يعني عندنا مثلا الحراق، هو مش حراق قوي، سبايسي خفيف يعني، وده لأنه بيلعب بطريقة معينة فالألتراس مسميه الحراق. في السافل، هو محترم جدا ومؤدب جدا بس لعبه سافل في ترقيصه وكده يعني، اوكي. وفي الحاوي، وفي يعني في اسامي كتير جدا. انتوا اشرف، في اشرف، اشرف ديش كان بيلعب كوره زمان، اسمه لاسلكي، والحمد لله خد لقب ديش. كنا بنقول ايه يا حبايبي، ركزوا معايا عشان ما تحرجوش نفسكم. المنتخب ده محترم قوي، ده اسمه منتخب الساجدين، ساجدين، فركزوا في الكلام بتاعي ده، اوكي. عايز تقول حاجه حبيبي؟ انا عايز اقول ابو الروس، انت شايف ايه في الكلام ده؟ لا. ايوه، لا على ايه؟ على لا. لا بقى كده يا كابتن، لا على لا، بتكون نفسك تحط لا على لا علشان ايه يا كابتن بقى؟ انا اتخنقت منه. معلش مشيه، خليه مشيه، انا مش محتاج، عايزينه يقعد. قالوا لك اه عشان مش فاهمين، عشان مش فاهمين. خلاص. الله، امال فين حلواني؟ ايه ده؟ استنى، ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه؟ انتوا عمالين تغلفطوا من الصبح، عمالين تقولوا كلام من الاخر. اسمعي يا اموره انت وهي، نعتبر الناس دي عندنا ضيوف، وانا عارفكم كويس، مش عايزين بقى الحركات اللي كده واللي كده. ها، انا بقالي هنا 25 سنه. ايه انت قايل لي 13 سنه؟ وايه اللي انا 12؟ طب ما تجمعوهم 25 يبدو القرود. صح سامر، انا بتكلم صح. انا كنت ادبي. ادبي ايه؟ انت مقتنع بايه؟ انت بتقول ايه؟ 25 سنه صح. المهم فين حلواني؟ حلواني لازم نتصل بأي حلواني.